عفوا الاخوان تمنيات عرفة خنو يدينا الاخوان كويك شيفتر نقية نقية كيف العادة واحد جوندار مسيكي شد كريسي وشاط الرادار لقيتوني غادي في الطريق هادي وترى الكحط والزمت اخوان السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اموركم هي هذيك مرحبا بكم في فيديو جديد مع بايكر ميد واش لاحظتوا شي تغيير في الفيديو ولا ما لاحظتوش لاحظتوا شي كاليتي تبدلات شي حاجه المهم الاخوان في هذا الفلوق هذا ان شاء الله شونجيت الكاميرا كانت عندي الجو برو الويت درت الابجريد الدوز وهذا الشيء كامل باش نتوما تشوفوا الفيديو اعلى دقه وتعيشوا معايا اللحظه المهم الاخوان صافره جديده ان شاء الله من بعد ما ضربنا مراكش والنواحي ديالها تيزين تيشكاور زازات كاز هافن جا الدور باش غنانا غادي ندير واحد طاجي جديد ان شاء الله بدون وجهه لقيتوني خارج انا والمدام مع 8 ديال الصباح باقي يلاه الشروق صراحه ما عندنا حتى شي وجهه هاد المره غير خارجين وصافي ولكن غادي نشد الطريق ديال وزان وليت من عشاق الطرقان ناسيونال صافي مبقاش عندي مع لوطوروت في الايامات ديال سبورتي في الروتستر شي خريجه جديده تكون ناضيه كاليتي جديده قولوا لنا شنو بان لكم فيها تراسر كتسلم عليكم غنبداو اول حاجه بحال الطقس 15 دوغري السخونيه ديال الجو الله الله البرده الاخوان 70 دوغري سخونيه ديال الموتور بارد مع راسو كاين شويه ديال الريح ماشي شويه وكاين الريح شويه ديال الكويك شيفتر باش تفيقوا معايا تهدن تهدن طبعا الحال غادي نوصلوا لفاس ان شاء الله الى كتاب حيت فاس باقي ما عمري مشيت ليها بموطور تحيه للاخوان اللي عايشين فاس واش كاين شي ترحيب ولا والو اش كيقولوا على فاس فاس حكم العالم تحياتي لكم ولا 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 كندس درت البلان ديالي 150 درهم مع كان مازال فيها شي شويه طبيعه الحال غادي يكونوا اخوان عايشين في هذه المنطقه هذه كامله يعني ابتداء من تطوان حتى حتى شفشاون حاليا الناس اللي كاينين في بن قريش في الدرداره تحياتي لكم الناس اللي كيقراو واش بعتوا عطله تبارك الله وتا حنا فاش كنا كنقراو كانوا جوج عطل العطله ديال الدوره الاولى والدوره الثانيه اللي كتخرج بمره يعني الصيف وكنا كنبقاو ندعي والله لا يجي شي اضراب ما يجيش الاستاذ وتحيه للاساتذه ديال الماط والفيزيك كيجيو في جميع المناخات وطبيعة الحال اللي غادي يكونوا مبرعين اكثر وبالاساسيده ديال السبار غير كتكون كتنش شويه ديال الشتا صافي ما كاينش الحصه حتى المره الجايه عطوا الاخوان بديت كنحس بالبرد في يديا خصني ضروري شي ليكات مع الوقت ان شاء الله فين ناخذ شي ليكات من غير هذا الكوير انا الصراحه كيعجبني الكوير كل الكوير في حاله الشكل هذا فاش كيبرد صافي كيدخل لك البرد لداخل هذه المره الصراحه درت واحد القضيه زوينه كان عندي واحد السروال ديال الموتور درتو الصراحه في الكابيه كنحس يا سلام سروال سبيسيال ديال الموتور انتما كتشوفوا عرفتوا شي يبان لكم ولا لا فيه البروتيج فيه كلشي امبيرميابل ما كيدخل لا ما لا برد انا كنصحكم يعني اي واحد يركب على موتور يحاول يلبس الماكسيموم ديال البروتيج ما كنقولش لك غير جاكيت ولا مثلا كاسك بوحدو راه كاسكو وشنو كيتبعو اولا كتحمي راسك من البرد ثانيا كتكون مكوفري لا قدر الله شي حاجه 13 دوغري حاليا الصباعي ديال اليديه وجبدو صراحه في هذه اللحظه خصو يكون عندي البواني شوفو هاد السيستيم هذا كنفكر نزيدو كيتحتاج في هاد المواقف هادو تحيه مطاريه عفوا الاخوان 8 درجه 8 والسم سم واو 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 هاي انا بنت ليكم هاي
لقيتونا يلاه في دار عقوبة. تحية الاخوان اللي عايشين في هذه البلاصه هذه، وما بقى والو الشفشاون جايه بشويه الصراحه. دابا 58 دقيقه والسخونيه ديال الموطور الاخوان هبطات 69 درجه. تخيل صراحة زيارة عليا البرد في يدي. اخوانا خصنا ندوزو نفطرو نكملو الطريق بين ما شوية سخنت القضية البرد والقارس. ويدينا الاخوان وا شي شي تي فاش ولا واش الاخوان. يلا فطرنا في داك ستاسيون الخرجه ديال الشفشاون. دابا 10:21 دقيقه 18 دوغري سخنات القضيه شويه بعدا الحمد لله. البلاصه هادي دردارة، واحد لي موطار جايين الاخوان نعطيهم السالو. هاي البون ديال لوكوس الاخوان. هنا كينتهي اقليم شفشاون وكيبدا اقليم وزان. هانتوما الاخوان واحد الكرفان غادي عندو بيكالا كتبان الكتريك هادي وسكوتر. غنشوفو بلاتي نشوفو الى سكوتر هذا. هادي 125 في الماكينة الى وحدة بقى ما بانتليش. بلان نقي هادشي اللي كيديرو هاد الناس هادو، كيمشي حتى الا مشا شي مدينة كبيرة فيها لومبوطياج يحط الكرفان ويتسركل بالموطور. بيكالا الاخوان هادي يا ما هاد كويك شيفتر شوفوا هاد الكلاب الاخوان هما الاعداء ديال لي موطار. ها انتم شوف كيفاش كيديروا شوف والله وشدك كويك شيفتر نقيه نقيه. قولوا لي الكاليتي كي جاتكم. شوف ويندوز اكس بي الاخوان تاعهم صالي موطر. تحياتي اشكال هو ليسانس كيبان ترونسبارون والله العظيم تخلي الشك وحق الله. ليسانس كيبان فحال الماء فحال الماء ما عندوش اللون خفيف لواحد الدرجه ما يمكنش. الله يحفظ وصافي
شوف 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 الطريق اصلا مرونه وهو باغي يدوبل. اش بان لكم في هادشي؟ الطريق ضيقه اولا محفره في الجنب ديال الطريق. الطريق مكرفصه الاخوان. قالت لينا الفاس 60 كيلومتر 20 دوغري سخونيه ديال الجو قضيه بصراحه الجو معتدل يا سلام احسن بعدهم الصباح ما كاين لا رحله والو. كيف العاده واحد الجوندارم مسيكين شد كريسي وشاط الرادار اللهم يسير. شديت دابا الطريق ديال فاس خليت الطريق ديال المكنس لهاد الاتجاه هذا وقعت لي 61 كيلومتر صراحة جاي غير بشوية في الطريق دقة دقة وصافي. هاد السد هذا الاخوان شكون اللي عرف سميتو هو كاين في الطريق ديال فاس 20 كيلومتر مولا يعقوب. دابا ضروري خصنا ندوزو لمولا يعقوب شوفوا هاد الدنيا تما الصراحة ماغاديش نضربو شي تحميمة حيت التحميمة خاصك تخرج تجلس ما تشدش عاود الموطور. لقيتوني غادي في هاد الطريق هادي وترى الكحط والزمز كنفكر باقي نزيد نطول طراجي شي شوية مقدرتش بلي نكمل الخنيفرة ومن تما نقدر عاود نشوف فين نشدها. السؤال المطروح علاش الجي بي اس عطيني هاد الطريق مولا يعقوبياتي.